الاصدار. هيك اول شيء انك كيف خبطوا النيد بالضبط وين هو. هيك كيف اوصل هيك طلع منزوز عم يقدر ما مبين ما شايفه ما بيعرف وين هو. طلع تاني هلا اوكي يلا التالت طلع هو عم يقول ايه رو 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 اسمع الاول اها قتلوه 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 صح؟ فيهم اول واحد بلايك مع انه ما هلا شوف هذا متر فيهم متر فيهم هلا بيقتل هو يا رب ايزي ابو سعد اعمل له اياها كليب كامل ايه ما خلص ما تسجلت يلا ايزي ابو سعد يلا يلا غيره قتله بالسموك ايه 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 ما شفته طب انت شفت اللي قتله بالسموك بس ما شفت هاي بلا هيك هاي ليك ليك ايزي ابو سعد وعلنا عم يلعبوا هول هاك يعني مش انه مخبى الزلمه خي ما بتفرق معه فكوا بقى هو الاول الناس ايه بس ما خايف على الكون طيب هات لنشوف هيدا هون اها هي اول نك علينا نحن ايه عحسان هذا هو كمان قتلنا ايه هو دور هون قتل مادس مادوس انا قتلني وهون قتل واحدة قتلني تشيتر وين تشيتر هلا هو المفروض لو شركة ببجي بتحترف حالها بتعمل بان لكل هول اذا اكثر من خمس جيم مع بعض جريفينج لازم ياكلوا جريفينج المفروض كلهم ياكلوا بان بس ما خيي شركة بدها تقتل الجيم ما بعرف اصلا لك بلك خوف هو بنام كيف هلا دغري بيجي بيقيم عليك انا اكيد ايوه وقتها قتلني ليك قيم عليك عارف انه في حدا هون ده 100% ليك وعم بجيبك هيد شوت عم بحاول الاطرك راسك قد بقى ابن حرام ليك عليك جاب لك راسك اذا راسي اذا راسي راسي الي انا بطلع حصان شايف بيسيبك خليها شوي خليها اسمع بس اسمع اسمع خلص انا بعمل له كيف دغري برم ايم لعندك لحظه ليك كيف دغري برم ايم لعندك لا لا هذا واحد ثاني هذا لا هو ذاته لا هذا عزرائيل هذا انا نوقته هذا عزرائيل ان شاء الله عزرائيل ياخذ هلا ياخذ هلا شوف بيرجع بياكل مني بار بيكون مقيد لي بالاسعار لبنانيه بيكون مقيد لي بالاسعار بيطلع بيخلع الضرب والضرب يا اخي صبطاني تبع وتر ابن محمود بس فيني انا قلت لك هات لنطلع انا وقت نوقته انت فرجيني عرفت ما كان قتلنا ما كان قتلنا ما انت على طلعتك بلش يقوصك وعمل لك نوك ما فيك ليه كلوز فايت شو هالحكي الفاضي بيقتلك بيقتلك قبل ما تطلع عمل لك بريفاير من ورا الريج انت وطالع بتاكل الرصاص